حياكم الله مشاهدينا الكرام برنامجنا برنامج يرهم كلش. حتكون عندنا جوائز وهدايا مقدمه من الشركات الراعيه، واكيد اول هديه مقدمه من مجموعه شركات يحيى حسين السامرائي من ضمن مركز امبريال للتجميل، واكيد شركه اسكوبار ومثلجات جيلات، وعندنا اجهزه كهربائيه والمتسوق ماركت وسلسله مطاعم مندي اليمن. مشاهدينا الكرام ببرنامجنا برنامج يرهم كلش ما حد حيطلع معنا خسران، الكل راح تفوز جنة بالجوائز والهدايا. راح يكون عندنا تحدي بين فريقين، اكثر شخص يجاوب على اكثر عدد نقاط راح يفوز وياه بالجوائز والهدايا المقدمه من الشركات الراعيه. وخلينا نشوف منو اللي راح يشارك وياه بفقره ركز وجاوب. اللي شاركني بالتصوير المصور علي حسين والمصور ايمن الخالدي. ايمن ايمن بطل يقول اريد كشمش. ايمن ايش قال لك؟ انا عندي عطاريات، عندي مربى تسوي، ايش فيك ايمن؟ ايش تدري من عندي؟ ما تقطعها ايمن. وانا كنت بتقديم خطاب القصاب وياي. مش اول شيء السلام عليكم. شلون صاحب؟ شو اخباركم؟ الحمد لله. نبدأ لكم باول فقره، هي فقره اسمها فقره ركز وجاوب. هاي الفقره قبل الجواب لازم تركز. زين المايك خليت امكم عليها. الفقره شنية؟ راح يكون تحدي بيناتكم، انتم فريقين. لكن صح انتم فريقين بس مو واحد يغشش الثاني بالسؤال او بالعفو بالجواب. تعرف الجواب ما تغشش غيرك، لان هاي بيها نقاط. اكثر شخص يجاوب على عدد النقاط يفوز وياي بالجائزه. واذا ما جاوبتوا كل واحد منكم راح من الام والقبل. تمام؟ شو اسمك؟ وليد. وليد بسرعه بسرعه بسرعه. محمد. محمد. هشام. هشام. اكرم. اكرم. محمد. ايه. صلاح. صلاح. يوسف. يوسف. احمد. يوسف انتبه ركز ان شاء الله لا تربط على كيفك. تمام نبدا هنا المايك يمك. ما يصير تجاوبوا من يمكم، احتفظوا بالجواب، كل واحد يحتفظ به نفسه. تمام؟ ما هي اسماء محيطات العالم؟ المحيط الهادي. واحد. المحيط الهندي. اثنين. المحيط الاطلسي. ثلاثة. والمحيط ال أربعة. احنا باو احنا حافظين بس هذين الثلاثة، مال تعبرهم مستحيل. الهندي الاطلسي. ايه. والهادي. اي وال وال وانا اقول لك ما تعبر ما يصير. عفوا واحد هو ال اي هو الهندي ولا هسه عفك من الهندي وعفك من الهادي وعفك من الاطلسي بعد اثنين. ما البحر المتوسط هذا يعني وليس المحيط. كيفك؟ اي لا البحر البحر المتوسط هو محيط البحر المتوسط يعني؟ نقدر نقول؟ اي اي هو محيط البحر المتوسط. محيط البحر المتوسط تمام. قلت لي الهادي والاطلسي والهندي. اي بقين اثنين. عندنا خمسة. ما تعرف قبل حول المايك حتى لا تتعب روحك وتتعبني. هن ثلاثة انا اللي عرفتهن بس يعني بس البقرات الرابع اي بعد ما اعرف. يلا نفس الثلاثة اللي قال ثلاثة ماكو غيرهم بعد. اوكي نفس ما ثلاثة ثلاثة نفس الثلاثة ثلاثة حلو هم نفس الثلاثة؟ نفس الثلاثة مو ثلاثة ثلاثة نفس الثلاثة حلو لحد هسه غلط ولا واحد طاني بين صحيح. المايك يمك. شو اسمك؟ محمد. حمود جاهز؟ جاهز. بلش يا الله. ما هي الغابة الأكثر كثافة في العالم؟ الأمازون. 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 حلو. نعم. غابات الأمازون. ها؟ غابات الأمازون. الأمازون ولا الأمازون؟ الأمازون. الأمازون. الأمازون ولا الأمازون؟ الأمازون. متأكد؟ يا عمو الأمازون. لا لا مو الأمازون. يا عمو الأمازون. لا مو الأمازون. ماكو. براحتك 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 خلاص. أنت خلاص ما أحاول أغششك متقبل. يلا. يلا. الأمازون ولا الأمازون؟ امازون. مصر يعني هذا خلاص امازون. اوزون. اوزون حلو. ايه الامازون هي الغابات الامازون. الامازون ولا الاوزون؟ لا الامازون. الاوزون اشعه هي فوق يعني فوق الكبرى. إيه لا 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 إيه. تدخل البيت تحترق. لا لا واذا تطلع الساعه 12 الظهر تحترق. الاوزون اشعه ودرجه الحراره 30 55. لا الامازون غابات هي غابات الامازون. وانت رايح الغابات؟ لا ليش؟ غابات المصر رايح لها بس غابات الامازون من يوصلها؟ تروح للمصر ايش فيه؟ لا واصيها. الاقليم؟ الاقليم هم واصلينه. تقسيم؟ فالغابات الامازون
وليس لو بس فور لوزون على قولة تيمن مو بس فور بحر اي ادري بي البحر شنو هو الجواب؟ الامازون الامازون نقطة لك عاشت ايدك هسه ما يكمك الامازون ركزوا وياي تمام؟ ما هي اصغر دولة في العالم؟ لا تحكي ما كنت تريد انت اليوم ترى ضعفك اسكت بالعالم؟ بالعالم اصغر دولة بالعالم هذا اقول لك يا راح تعرفه ايوه كيفك والله اصغر دوله بالعالم الكويت لا الكويت لا بالبحرين وطن العربي الكويت وقطر من حيث المساحه أي. بس المحموديه بالعالم ما يعني ما تعرف والله ما اعرف بالضبط حول المايك يلا بما تفكر يجوز تعرف اعتقد تركستان ها تركستان تركستان السلام عليكم يلا يا اخي اضحك تضحك ايش بيك تضحك وجهك معبس اضحك ها اعتقد اثيوبيا اثيوبيا اليونان 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 اصغر دوله بس انا البحرين اصغر دوله البحرين البحرين حلو البحرين 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 اصغر دوله أصغر دولة الفاتيكان أصغر دولة الفاتيكان؟ لا البحرين بحرين ها؟ بحرين 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 اي والله الفاتيكان نقطتين لك الفاتيكان المايك كان يمكم لو يمهم؟ لا يمنا لا يمنا كان يلا الفاتيكان هو الجواب الأصح نجي على السؤال الآخر ما هو الكوكب الأقرب على الأرض؟ ما يصير تحشي من يمك أرجع يلا وجهك أصبر ما هو الكوكب؟ الأقرب على الأرض المريخ؟ ما أعرف المريخ المريخ المشتري 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 مشتري المشتري المشتري حلو الكوكب الاقرب على المريخ هو كوكب الزهره اي ايش بيه اي اقرب شيء على الارض يعني على المريخ العفو شو ما احترقنا لا يعني هو الزهره يعني اقرب شيء اللي انا اعرفه دار سبع الاحياء ودار سبع الاحياء خلص دراسه بكالوريوس دار اقتصاد اه حلو ايه انت هم نفس جواب انا زحل 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 حل حلو الزهره حلو شنو هو الزهره كوكب زحل زحل زهره زحل زحل يا اخي زحل زهره لا متاكد منه مليون بالميه زهره اكرم مليون بالميه متاكد منه انت شنو تعاندنا وتعاندهم مو عارف بس ايش يعني اعرفه زين ماشي اذا طلع جوابهم صح وجوابك خطا عشيهم متاكدين متاكدين عشاكم بعد هسه بعد ما عشاكم عشان بلاش يلا شو تريدون واذا طلع جواب صح لا جوابهم صح اذا انت جوابهم صح هسه اذا هو طلع يعني جوابهم صح اعرف اذا طلع انا جوابي صحيح الزهره هم يعشوك تمام متفقين 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 تمام حلو هسه نطلع منو عنده انترنت وجوجل بسرعه ها شنو هو الزهره انا واثق من عنده حتى اذا بدون جوجل بدون اي شيء انا دارس هذا الشيء هسه دقيقه هسه دقيقه شو اسمك قلت لي وليد وليد هذا جوابك خطا راح تعشيهم والله حاضر واذا جوابهم واذا اذا جوابي صح تعشون عشو إيه. اكيد شو تقولون شباب ضمانات يعني لا انا يعني فريقنا تضامنهم يعني فريقنا خسران والله صراحه جوابها صح راح تعشوتهم تمام هسه المايك كان يومكم مو يلا هسه نقطتين بنقطه طيب وليد هسه راح تبدي النقاط يلا اي دوله لديها اكبر عدد من السكان في العالم كله الصين باوع عندك الصين والهند هي الصين والهند بس الصين الصين, الصين, الصين اعلى دوله يعني الصين ايه؟ واليابان والهند لا اختار لي وحده الصين الهند ها انت شطل حبيت اشارك هسه اشارك تعال قفل هناك ترى انت عندك ثلاث دول اعطيتك كانوا واختار لي وحده الصين واليابان
والهند. انا الصين يعني اللي ادري بيها تقريبا تعداد سكانهم مليار و عندنا نقطتين بنقطه. اي اعرف ايه الصين لو اليابان لو الهند. الصين انا اختار الصين. انا راح اختار الهند. اليابان. اليابان احتمال كبير. احتمال كبير اليابان، احتمال كلش كبير. انا هم الهند. الهند؟ حلو. ها الصين. السؤال شنو؟ الصين. الصين؟ الصين. وين كنت؟ نايم شنو؟ قاعدو؟ نايم. أي دولة لديها أكبر عدد من السكان في العالم؟ الصين لو اليابان لو الهند؟ بالعالم؟ إي. الهند. الهند. وأنت قلت لي شنو؟ الصين. شلون الصين؟ أكبر دولة بالعالم. الصين أكبر دولة؟ هي حتى تعداد اللغة. لا لا عفوا 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 لا أعتقد أنا باع أنا وياكم. شوفوا. هي الهدايا هواية وجوائز هواية عندي هنا وعندي هنا وقلت لكم تحدي اكو قلت الهند وقلت لي الهند صح؟ صحيح صحيح ونا قالوا لي الصين وانت الهند يا حبيبي انت وين كنت؟ شو وانت كصبار؟ الهند الهند؟ الصين انا اقول الهند بس خلي شغله ببالك حتى تركز اذا جوابك خطا نقاطك راح تروح فاريدك تركز زين وتركز زين اذا جوابك خطا نقاطك راح تروح واذا جوابك خطا نقاطك راح تروح فجوابك النهائي شنو هو الصين 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 جوابك النهائي شنو هو الهند الهند الصين الصين نقطتين او نقطتين تعادل اثنيناتكم حلو الماتش كان هنا لو هنا لا لا نعم. لا يم الولد كان يمكم يمنا اي صح يلا كان يمكم لا لا صحيح اسمكم ايه اسمكم تريد تغني بعد لا ما يحتاج موال لا لا تغني لا ما مو اخر شيء لازم تغني لا ما اغني ليش لا ها صوتك مو حلو صوتي مو حلو تخسر شو اسوي اذا صوتي مو حلو يعني تخسر عادي اكو سؤال وجواب تخسر لا ما صار هي ها بعد لازم تفكر ازم ها هي اي انا قلت لك زين اي كوكب يعرف باسم الكوكب الاحمر المريخ اي كوكب يعرف باسم الكوكب الاحمر المريخ بس المريخ الاحمر المريخ بس المريخ الاحمر اكو ثلاث كواكب قريبات على الشمس المريخ انا اكثر شيء انت صراحه ايه؟ انت اطل مايك انت والله كوكب المشتري السلام عليكم. عليكم السلام. يا كوكب. زهرة. جابوا عليا وفاز وخذ نقطة يطل مايك. ما أعرف إلا. إلا. المشتري. المشتري. ها؟ مشتري؟ أنا متأكد أنت راح تجاوب. المريخ. شكراً. المريخ. مريخ. 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 نقاطك نزلن كلهن ونقاطك نزلن كلهن. أنا قلت لكم ركزوا قبل لا تجاوبون ومع الأسف ولا واحد بيكم جاوب أخذ جاهزة وأنا قلت لك ركز لحطيك فرصة إلك وفرصة إلك شان صخير؟ شان صخير يعني لو أنت راح تغني وتفوز لو أنت تغني وتفوز لا اختار يلا راحت جاوب عفوا راح أخسر وما أغني تخسر؟ إي والله تعترف بالخسارة؟ إي والله خسارة وما أغني زين تعترف بالخسارة؟ تخسرون؟ نطيخ السؤال لك وإلى يعني أنت خسرنا بالقوة قوة ما هو أطول نهر في العالم؟ ما هو أطول نهر في العالم؟ النيل العربي يمشي عكس يعني هذا اتجاه المي مالته بس أطول نهر بالعالم نهر ال لا انتوا خسرانين بس التحدي المسيسيب المسيسيب بس على فكره ترى هو الجواب هو المريخ ايه المريم وانا دا لا بنقطه لك بنقطتين بنقطتين بس لا انت الموضوع مهمكم انت موضوع مهم صار ثلاثه جواب اجاوب دقيقه بس دقيقه هو جواب قبلك حتى لو هو السؤال يكون هيك لا لا هيك جواب ما تعادل او لا ما تعادل يلا نقطتين نقطتين بنقطه صار التحدي هسه بيناتكم يا وطن النهر بالعالم بسرعه
المسيسيبي اعتقد. من وين؟ المسيسيبي. من هالشقاير؟ لا لا المسيسيبي. ها؟ المسيسيبي هيك اعتقد هيك اسم يعني. سمعتوا؟ لا مو سمعت بس يعني هيك مر علي يعني هيك سؤال و اعطيني جواك بسرعه. ايه استعين بصديقي. ما تستعين بصديقي. لا هو يعني لا 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 هو سؤال انه بس انت عوف 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 جماعتك عوف جماعتك يمك الموضوع. ايه المسيسي هذا ميسي باوع لا مو هذا المسي ما بس المسيسيبي ما اعرف اي ايش تقريبا المسيسيبي. ايه المسيسيبي. ايه من هذا؟ اي هو هذا اطول نهر يعني بعد هذا وين اكو شي نهر؟ بعد هاي هذا من جبته؟ اكو شي نهر؟ ايه المسيسيبي اعتقد نهر الامازون اطول نهر بالعالم. لا عوف الغابات. لا مو الغاب نهر امازون. لا غلط ركز متهم غلط. نهر النيل. نعم نهر النيل. نهر النيل جواب أطول نهر. نشوف الجواب وهو جواب نهر النيل. مصر. نهر النيل في مصر. عكس إيه إيه وهي من أوغندا من جنوب أوغندا لحد مصر. باوع. إيه أطول نهر. الرجال نفسيته تعبانة. يريد يفوز. زين عندك أطفال؟ إيه. كم طفل عندك؟ ثلاثة. ثلاثة أصغار أو كبار؟ لا كبار. كبار. أكبر واحد قد عمره؟ أكبر واحد 16. ما شاء الله. تريد هدية أنت والعائلة كلكم تأخذهم وتقعدون بمكان وتريد هدية لزوجتك. إذا ما تعرف كيف زوجتك أعطيك الهدية لزوجتك. وإذا ما تعرف تأخذ العائلة وتروح ما عندي مشكلة. فش تريد؟ مع العائلة كلها. ها؟ هذه هدية مقدمة من ثلاجات جيلات ومنصور شارع 14 رمضان كلها تأخذها. تستاهل. أما أنتم فحظ أوفر لكم مع الأسف. زين؟ يا احب لا تغني بعد وقت طاقه. ما اغني لا اي ولا انا قلت لك ما اغني على كيفك. قلت لك ما اغني. شو واحد من جماعتك يغني ويفوزك؟ الف مبروك للفريق الفاز وحظ اوفر ان شاء الله. انا صدق؟ اي والله هاي الحمد لله. ايش اسوي لك انا؟ انا قلت لك اكثر شخص يجاوب على اكثر عدد نقاط هم جاوبوا اكثر يستاهلون جائزه. قلت لي يا نهر قبل شوي ايش اسم النهر؟ المسيسيبي. منو هذا؟ والله اللي اعرفه انا هيك اكو نهر. هذا هو اللي لقيته والله. اي النيل ادري بعكس هذا يمشي يعني. ايه بس تمام. ما تمام اعطيني انت فرصه للباقين ابقوا ذكت الله يعطيك فرصه ثانيه. مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الاخرى وهي قصه ومثل. مثلنا اليوم يقول لك اخذ الشور من راس الثور. شنو قصه هذا المثل؟ المن قاله؟ قصه المثل اخذ الشور من راس الثور. شلون؟ ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام اكيد بعد ما استمرنا وياكم وصلنا وياكم الى فقره قصه ومثل. تعال وين رايح؟ عوف صديقك. جاب سياره والله ابو المرور 50,000 روح. شلونكم شباب؟ حبيبي شو اخباركم؟ الله يسلمك. اول شيء الاسم؟ احمد. احمد. حيدر. حيدر. حمودي. بالجنسيه حمودي. بالجنسيه حمودي؟ حمودي يحيى حمودي. يا حظي. مو دلع والله. حسين. حسين. عبد الله. حسوني. عبودي. حدلع كماني. تمام؟ باعوا هنا. عندنا جوائز، عندي اجهزه كهربائيه، عندي مركز تجميل، وعندي اسكوبار، وعندي مندي يمن، شويه نفسيتي تعبانه جوعانه، شويه صينيه تنزل يمه، وثلاجات جيلاتو. تمام؟ فلازم شويه شدون حالكم بالامتحان. جاهزين؟ نبلش؟ ابو المثل يقول اخذ الشور من راس الثور. نبدي هنا. المايك يمك. شنو قصة هذا المثل؟ اعطيني اياه صحيح والله اذا غلط انت وما جاوب الصح. اذا جاوب الصح تاخذ هدية. كل احمق يخسر ما لديه. اي شنو هذا؟ معنى المثل. كل احمق يخسر ما لديه. قصة مالته شنو هذا معنى المثل؟ مو معنى ما لك معناه. ها انا ادري القصة. اخذ الشور أي. من راس الثور. شنو قصته؟ المن قالوا؟ ليش قالوا؟ اخذ الشور من راس الثور. للاحمق. ايش بيه هذا الاحمق؟ ليش الاحمق ثور؟ ياخذ الشور من راس الثور لانه احمق. لانه احمق. اي. وصلت؟ تشوف هيك؟ وصلت؟ انت تشوف هيك؟ يعني هذا رايي ما اعرف. هذا رايك تمام يلا. اي لا تغني بعد وقت. لا ما اغني. يلا. اخذ الشور من راس الثور. من راس الثور. اي.
اخذ الشاورما يعني معنى راس الثور شنو؟ ايش بيه راس الثور؟ كبير يصير باكه يعني عادي طبيعي حويلي انا جماعه يحبون الباكه مو؟ لا ادري بك خصوصا من سوي امي تخبل الف عافيه الله يعافيك من هالست الشوربه تعرف اصلا ماذا اقول لك يا اخذ الشور حمودي من راس الثور هنا انا جت بمعنى المراه القويه او يعني المراه المتسلطه حمودي ما راح اتعبك المراه القرويه المراه القرويه طير مايك حمودي طير مايك اكو تبديل للسؤال ماكو ها اكو تبديل للسؤال وجهك اصفر يا حظي يلا اخذ الشور من راس الثور يعني قلت لا تتمسك برايك وفكرك اخذ ايه؟ الشور حتى لو من شخص انه انت تشوفه ما يفهم او تشوفه اصغر او كذا يعني اخذ الراي من عنده يعني دائما لا تظل تمشي على مبدا أنا واحد انا حسيت بالموال قوي اني تفضل ايه. طب على قبل انا ما عندي ناس. طب يا ها؟ شنو السؤال؟ لا والله. تو وين شنت؟ نايم. صدق تحكي؟ نفسه؟ نفسه؟ اخذ الشور من راس الثور، شنو قصة هذا المثل؟ يعني لا تستهين بأحد، واخذ استشارة. عوف الاستهانة وعوف الهاية، اعطيني سبع أمثال عراقية، يلا ركزوا على كيفكم. لا أحد يغشش الثاني، اعطيني سبع أمثال عراقية، ركز لي أنت سبع أمثال. حاول، يلا. باب اللي يجيك منه ريح سده واستهانة. واحد. بس اللي يقولها مين تقولها انت عدنا هواي امثال احنا يلا بس واحد ها انت هذا حدك هذا حدي طير مايك لا لا صاحبي دز رساله والله مو يهم ايه عندك طلع الامثال يا حظي يلا غاب القط العب يا فار واحد ايه سبع صنايع والبخل ضايع اثنين سبع ضايع علي بعير وعضل عضل الكلب انت نقول احد شنو شنو علي بعير هذا شعر؟ ها من دزلك دزل القصة والمثل هسه ارجع لك ها الفقر فوق اللي بعير عضل الكلب اوكي ايه يلا ثلاثة هذا بن شرد بن شرد انا احكي لك شعر عادي وقفت؟ اعطي المايك سبعة هواي باوع هسه لو دازلك بداية القصة باب النجار مخلوع واحد باب النجار مخلوع فهد هسه الله جني والله هواي ارجع لك سبع امثال سبع امثال سبع امثال حاول حاول يلا سبع امثال بس انا قلت ثلاثة بعد اربع امثال اتوها من جاي اني وانت وزوج جمعتك دزوا له سبع امثال بسرعة برسالة كوم احجار ولا هجار واحد دهدر الجدر واللي قطعته اثنين كانت على لساني واحد على لسانك من هي صيت الحمد وال ما يصير لا باوع باوع مو هيك مو هيك باوع باوع حمد شابع فشق وعمود شابع صيت حلو باوع باع 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 انا باوع لا واحد من عندكم راح يفوز وياي بجائزتي وليس جائزه نعم وحده راح تكون الي وحده تكون تكون خطيبته زوجته اخته زوجته ما اعرف والله انا خاطب بعد اسبوع شو سويت رفع حافز الجماعه يلا ثلاثة أربعة أكل رجال دقيقة لا ما يصير ما يصير عوفهم وحدهم بس تيجي تشارك وتتدلل دهدر الجدر قلتها عوف الجدر وعوف الدولمة وراها عوف الجدر وراها ها والله أنا سامس طار إنه شوية يلا تباك الدهدر الجدر واللي قال قبل اللي قالها ما تقولها بس مارك منك يا له واحد امشي شهر ولا اطفر نهر اثنين اكو مثل على العنب تالي العنقود حامض ها تالي العنقود حامض تالي العنقود حامض ايه؟ لا انت قلبته مو قلبته بيو الميلوح العنب شو يقول عليه آه. لا ميلوح العنب يقول حامض اي يلا كمل البقات ميلوح العنب يقول حامض الاخ هنا الوضعيه يلا كمل ميلوح العنب يقول حامض حاج طيني المايك اعطيني قصة المثل اللي قلت لي اعرفها طويلة شي قراها اعطيني جزء من عدها اذا صحيح فحتى حتفوز وياي يلا اذا صحيح يابا يقول لك انت وين دزيتها والله لو واحد بعدكم مساعدكم شو قلت لكم اوكي يلا اخذ الشور من راس الثور امرأة قروية كان لديها ثور تستعين به في اعمال الحرث
وفي احد الايام وبينما كان يا بقرات لا لا ما اقراها ايش اللي دخل انت يهمك الموضوع وبينما كان الزوج هذه المره خارج البيت اشتد العطش على الثور فادخل الثور راسه في جره موجوده في ساحه البيت ولم يستطع الثور اخراج راسه من هذه صح ولا اذا كمل 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 اردك تكمل استعانت المراه بجارها ابو العريف وحكت له القصه فجاء وهو يفكر كيف يخرج راس الثور ولا يكسر الجره وبعد جهد وتفكير طويل قال المرأة انه ليس هنالك بد من قطع راس الثور والله بصراحه انت بالاول ابتدائي شو تقرا طويله طويله هي طويله صح لو لا صحيح والله صحيح بس انت تكمل زين انت مزوج خاطب لا خاطب ولا مزوج ولا ناوي لا ان شاء الله ناوي حمودي بس بعد يا حبيبي بس بعد زين حمودي عيني ايش من هنا قريب منك هنا شنو ما ادري منا لو منا طينا منا 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 زين ماشي اكو مركز تجميل عوفني من التجميل دقيقة واكو غير شغلة فانت اختار اللي تريدها من هنا ايدك بس مركز تجميل اذا يطلع لي ماري ما تختار مركز تجميل زين تاخذ جماعتك شلون؟ تاخذ جماعتك؟ لا اعطيني من هنا ها اللي غششوك لو يقول لا يقول لا ما اخذوه باعكم باعكم اعطيني من هنا زين حشاورك ها يلا صدق؟ مد لي ايدك تدلل هاي لا يا جماعه هاي العفو سوري هذا بس بربيش لا لا اكو شغلات فيها جوا وين امور طلع طلع حق ميصي لا دقيقه صحتك شغله لو انا قلت لك افوزك باثنين اما الثانيه اللي حتروح بيها وجماعتك اللي غششوك هي مقدمه مثلجات جيلاتو المنصور شارع 14 رمضان روحوا اقعدوا هناك تعللون وحياكم الله اما الجماعه الباقيين فحظ اوفر لكم وشكرا لكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا برنامج جيرهم كلش ننتقل وياكم الى الفقره الثالثه وبعدها الجوائز والهدايا مستمره هي فقره غنوه وشعر خلينا نشوف من راح يجاوب ومن راح يفوز جاي بالاجهزه الكهربائيه والهدايا الباقيه وياي برنامجنا برنامج جيرهم كلش السلام عليكم. عليكم شلونكم؟ شو اخباركم؟ والاسم بالخير؟ حسين. شلون صوتك؟ الحمد لله. حلو؟ خير. صوتك من الغنى حلو؟ اي ان شاء الله حلو. يلا. شو اسمك؟ علي. شلون صوتك؟ ابد مو يم الغنى. عافيه. رحم الله حبيبي غالي. اخضر يا اخضراني مين قال لك ما ادري مو هي هاي. اهم شيء هي. شلونك؟ والله بخير. شو اسمك؟ حميد. حميد. حبيبي. السلام حبيبي. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ سجاد. شلون صوتك؟ لا مو زين صدق والله ابد ولا يلا حبيبي سمعني بس تعلي صوتك على كيفك انا يمك اسمعك نشوف نشوف المصورين اذا نفسيتهم تعبت وراحوا هيك فاعذرني بس اذا مستمر الغالي لا ممكن مكسور هو شلون اذا غني شنو مكسور مكسور قلبه ها والله اي بهاي صدقتي الغالي نفسيتي تعبانه يلا مو تعبت يا كاني كنت محبس بين يديك انت ما تخاف الله بي تعبي كل يضيع بيك يا ما سهرتني جروحك جروحك مو حرام انت نايم مستريح واني ما اقدر انام سلامتك والله حلو بس دقيقه شو حلو ما راحت منها جاهزه لازم والله خلينا نشوف حلو انت راح تمنتجها يعني حلو ها هي يلا ما اغني انا لا شعر لا مو يم هاني لا هاي ولا هاي انا وياه انت وياه وياه انا ها انا ورا انت بالصوت انا بالصوت انت بالصوت منتج انا يلا شعر لا اغنيه ما اعرف اغني المهم جرب لا شعر جرب اغنيه ما اعرف اغني مو قلت لك صوتي يلا فلاونس نسمع يقول خشف نطحن بصوب عشق ونوار ايه. ويا محلى فوق النواهة شعرها والله يوم شفتها عقلي احتار وغديت مثل اللي مضيعه ولدها
ويا ونت ونيتها ترخي الاحجار، ويا ريت ما مديت ولقيت اثرها، مير الذي مكتوب غصبا على قدار، وكم شروه فاتت ولا اعرف سعرها، وركبت حر ناحر صوب الاديار، ونوخت ما بين القبائل واهلها، قالت لي انت منين عطنا من الاخبار، قلت لها من المصاليخ حلو ومرها، قالت لي وقفنا هنا نقف هنا دير بالك تنزلها في التيك توك هاي الشعر تكتبه وتنزل عليها على البحر زين عندك غيرها؟ يلا انت من وين؟ انا من الرواد هلا هلا يلا على راس سمعني على راس يلا يقول نرجع شوية فاصل ونواصل ها يلا لا شعر لا غنى كل شيء ما قال ليش؟ اي والله هو وين الولد؟ اقرا شعر بدالي نرجع له بالصوت يلا اقرا شعر لا اغنية انت صوتك جميل الجو الجميل وشاعري الله 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 يلا روح براحتك عادي ونسى يا من الحلوة خاف إذا تتركني ما حد ورا واحد مات ما حد ورا واحد مات يمكن أحزن شوية راح أبكي لي كم دمعة غير عيوني ما تشوفك صوتك بعد ما سمع لكن بالنهاية انسى ماكو شي صعب هيهات خاف إذا تتركني ما حد ورا واحد مات ما حد ورا واحد مات سلامك والله عاشو والله عاشو صدق عاشو صوتك حلو صوته حلو جميل كلش سمعني شعر رده يقول على ذاك الطريق اللي يسمونه غرام احباب ايه وطت رجلي على دربه ولا ادري وش نوافيني تبعته لاخر دروبه حين من القمر قد غاب وتعب قلبي ولا تعبت مسافات توديني هقيت الليله الجرده ظل وسما وعشاب بعد ذاك الظلام اللي توهني عناويني هقيتك معجبه فيني ويا ليت الغرام اعجاب وترى كنت الهنوف اللي هقيتك تستحقيني عطيتك عشق من قلبي وسلمت الغلاك رقاب وغيرك يحترق قلبه ولا يقدر يحاكيني انا قبلك صدفت عيون هواي لكن وش جاب الجاب وترى كل العيون اللي قتني ما تكفيني رماني حظي العاثر عليك وجيت لك طلاب ولنت اللي عشقتيني ولنت اللي عتقتيني تعالي وارحمي ذاك الخفوق المولع المرتاب ما هو بلجش عشان الله يجازيك ويجازيني تعدي في سما عشقي ولو عشقي خراب أصحاب وصوني نفسك بالهوى قبل لنتي تصونيني وشيليني على متنك خفوق باريا من صاب ومن فوق الغرام العذب شيليني وحطيني مدام أني شقيتيني في طريق اسمه غرام أحباب دخيل الله وبعد الله دخيلك لا تخليني والله حلو الحدث يعني الشيء اللي سويته أنت حلو واللي الشيء سويته أنت حلو كلش حلو فأني مهم ده تمام امشي الفكره زين اسالك هديه ولك هدي. انت متزوج لا ما متزوج تمام زين انت كم واحد وياك جاي انا واهلك اهلك هدي الهديه تجميل للتجميل تجميل لما شاء الله البنات قام كل شابه النسوان بالتجميل صح صار كل ستايل واحد تمام لا كل لك هديه ولك هديه جيب لي هديه في من ذني هاك ولا خليك واقف هاي وحده لك تستاهل من شركه سكوبار مبروك عليك وهاي واحدة لك مبروك عليك وشكرا لكم مايك 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 شكرا لكم حياكم يلا نسمع واحدة لك يلا سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم عندي المهم تبقى وياي وابقى نعيش بقلبك مثل النفس كون تصير بس انا شمه مجنون اني بيك مجنون على الاخر عابر حد الشوق واكثر اني عابر
سلامتك. شكرا لك وحياك الله. مشاهدينا الكرام، اكيد بعد ما استمرنا معكم ننتقل لكم الى الفقره الاخيره من برنامجنا، برنامج رام كل شيء، فقره ردد الكلمات السريعه. عندنا جمل، هاي الجمله تقول لي اياها من 5 إلى 7 مرات، غلطت مره راح اعطيك فرصه ثانيه، يا اما راح تفوز يا اما راح تخسر، فما اعرف منو راح يفوز ومنو اللي راح يخسر ببرنامجنا، برنامج يرهم كلش. السلام عليكم. وعليكم. شلونك؟ او شلونكم؟ لقمان شلونك؟ الحمد لله. لقمان شبهوني بيك. ليش؟ ما لو يسلم ليش؟ شلون؟ شبهوني بيك. يعني والله نصني شوية تقريبا. لسه بالخير. محمد حياك. محمد حياك الله. محمد. محمد. محمد ارجع لك. حسين. يا حسين. لقمان منو بيهم يتيم؟ والله اثنيناتهم يتام. امو اب؟ يتام الاب لا. بس اب؟ اي انا الام. انت الام. الله يرحمها. الله والديك. ويرحم والديكم ان شاء الله. زين. فلوس ما عندك يا حبيبي؟ انت مو قلت لي يتيم. لا تبكي لا تبكي. اخر انا نسيت. تتعب تتعب. طين واحط على راسي. انت طين تخليه. حسين. لا خير وبركة. عندك؟ انا الله مدللني. يعني شي يجي اقول الحمد لله. الحمد لله. اي بالله. ولقمان. لقمان الحمد لله. الحمد لله وشكرا. الطرفه انا ما اخلي طين على راسي. شوي شعر جيب لي طين على راسي. طلع على فكره مش هذاك. احنا للطرفه حبينا شويه نشاط قوية. يعني الله يجزيكم وهذا ابهاتكم امهاتكم ميتين عايشين فالله يرحمهم. والرحمه للعايش والميت. الله يرحمهم. تمام. نبدي لقمان. ازيك؟ اوف الحمد لله. لا تغني بعد وقت. لقمان. ركز وياي بهاي الجملة. قول لي اياها مو 7 مرات، 5 مرات، يقول انت مرتي انا قابل. تمام. متأكد. خلنا نسمع. زين. لقمان. قول لي القصمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان، القصمان، القصمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان، بسرعة 5 مرات. اوف عيد عيد. عندك اياها؟ القصمان. القصمان. لبسوا قمصان. لا لا انا اقول لك اياها. القصمان. 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 لبسوا قمصان واكلوا قرصان. القصمان لبس القمصان واكل القرصان. واكل القرصان بسرعه. القصمان لبس القرص. اي لبس القرصان. لبس القمصان. جابوا سيدي. اوقف اوقف. جيب بلاي. القصمان ايش بيهم؟ القصمان لبس القمصان واكلوا. واكلوا شنو؟ قرصان. القرصان. يلا. القصمان لبس القمصان واكلوا القرصان. لا حبيبي انت ما قاعد تسوي هيك، تهز قدلتك عوفه. احكي لي على السريع. القصمان لبس القمصان واكلوا القرصان. بسرعه. القصمان لبس القرص. القصمان لبس القمصان واكل القرصان. اوكي. قلت يلا. اي قلت طي طي يلا طي. هو بعد من التام وبعدين انا. لا 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 عفوا التام واحد واحدهم حلقه. يلا. اي يلا. نفسه؟ لبسه. القصمان لبس القمصان اكل القرصان، 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 القصمان لبس القمصان اكل القرصان. بس اكو هزه بوجهك ليش؟ يا انا هزه مو رجال صغير على بعضك. إذا نفسها؟ لا مو نفسها. إذا نفسها طين. ما يا أبا على كيفك الهدايا قام يدفر بيه. عوفا قل لي جدار ركز وياي. يلا يلا. أنا بالي من هدية رفتها برجلي. عوف الهدية. يلا يلا ركز وياي. جدار دار طين دارنا أكبر من جدار دار. لا هاي إيش معنى هناك 3 كلمات إن 7 كلمات. ماكو عدالة. ماكو عدالة. قل لي. طويلة. قط وطارق نط وطق طير طارق. ام طويله. رهوم هي. قول لي قط وطارق نط. لسه ما شفتش. هاي سهله يعني حسن. لا لا لا. قط وطارق نط وطق طير طارق. خسران انا. لا عاد غني. قولها مره. ما اعرف. اتغني. ما لا اعرف اغني. لا لا لا. ولا اعرف اقول. يغني انا كلك. والله. الله يغني. الله شاهد. يغني؟ ابد ابد. ها؟ لا لا. اقفك شنو؟ اقسم بالله يغني. تعال تعال تعال. باوع. باو راح احسن هالورقه. شوف اول شغله انت متزوج؟ لا احسن لك. تمام. هاك هاي الهديه مقدمه من مثلجات جيلات المنصور شارع 14 رمضان او هنا مقابل. ما نختار زي من الظرف. لا الظرف مركز تجميل. خلنا نختار هسه. هو مركز تجميل. زي مركز تجميل؟ هاي الهديه مقدمه من مركز امبريال للتجميل تستاهل. داخل الظرف موجود كل التعليمات. اسم لي؟ يلا. لا 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 تعال 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 تعال. يلا. سميني عاشق مجنون غني لي سرعة. يلا يلا غني لي غني لي. أنا غني لك ما أشكى. يلا بس شنو؟ بس يعني ما حافظ أغنية من هذا اللي شغله. حتى لو قديم قابل. لا إذا أريد أغنيك أغنيك موال. إيه موال موال ريف للعلم. إيه نفسيتي تعبانة أنا موال.
نفسكم تعبان يا شباب؟ موال وين الطين لعب اذا نزلت تعبان؟ يلا يلا طيني بيات عصول طيني بيات عصول ايه حتى تطلع سامرة؟ يلا يلا ملاحاي ملاحاي ألح القلب ما يقبل ألح القلب القلب ألح القلب ما يقبل ملاحاي أنا بالكون ما يوجد أنا بالكون ما يوجد ملاحاي همش على العنب بيدي همش على العنب بالعنب بيد ملاحاي ملاحاي قلت حامض عنب غصبا علي 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 اخ شو مسوي لله وسواني اقرع والله عاشو ازم المايك لا تقول لي كلمات انا فضى بشعر من الاخير فضى لا 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 تسالني لا لا تسالني ولا اسالك حطيك الجماكو الولد هنا عم هنا جاوب ليش بس انت تهزي من السالفه يلا اذا ما اقدر اقول لك ما اقدر شعر ايوه اذا ما اقدر اقول لك اسالني اعطيني شعر ها اعطيني شعر اوكي يلا شعر مو تعطيني لا شعر يلا هاي لك غيرك عوفك من عندي لا هاي لك غير لك شعرك قوي والله عنده شعر صدق عد ابو ذي ما لبستك هذا راح تهز المول حلزونيه؟ لا لا جدا المول يلا سمع نقدر غزل مو ان شاء الله؟ كيفك يقول مو مهم تكبر عمر المهم قلبك طفل يلعب علي لعب ويقتل يلعب الجهل وبراسي ما ظل عقل خليتني بلا امل تيهت حتى الدرب ثق هاي مو مشكله حب الله ومحلله ولا تحسب المساله تمثالي لك بالفكر وبروح ما ظل صبر يمتى نجيك انتحر واكل بشفتك عنب اجا اخرس سأل اعمى على بكم وعلى حالي وياك ورد انشد على بكم كمل يمتى اكل من شفافه وعلبكم قلت حامض له المتلوح حدي قبل ما تصير بيضة وكنت مح بس صغت لك روح انا صياغ ببطن امك ونطرك كنت محبوس التسع تشهر قرن صارا علي بسلامتك والله عاشوا عاشوا زين قلت لي عنده شعر؟ استكان لا 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 والله ماكو عمي ما يصير ما يصير قبل كل شيء قبل كل شيء الموال هذا عجبني تدخل عامل سكوبار اسج يا ولد صنفك جماعه نفسك؟ يعني نالو هنا هنا تستاهل متزوج؟ تستاهل هاي هدية مو لك هاي تروح تزوجتك لان انت متعارك اليوم ونفسيتك تعبان لا هذا مركز تجميل مركز تجميل هذا يلا استكان ايش سنيه ايش لا 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 والله يصير بالعقل ابد 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 الشعر حتى يختم الحلقه تعال حتى يختم الحلقه انا لقمان لقمان تاخرنا يلا يا لقمان لا والله لقمان يلا 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 رحمه لقمان يلا انا غير روحي يلا لقمان قويه ثقيله مو يا لقمان والله بس هاي هدي اي مقابلنا بكل لقاء يخلوني اقول يلا بستكانه شربت الشاي مر مر بستكانه ولا ظليت قاعد بستك انا سبع بوسات يسمر بستكانه ما اشبحت لو اوصل 100 شكرا لقمان شكرا للشباب وحياكم الله ومشكورين ورب يحفظكم مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج جرهم كلش اليوم يعني اني اللي احبه ويا الشباب الضحكه والسالفه احنا منسي لاي احد برنامجنا برنامج جرهم كلش بالعكس نحب نوصل ضحكه والابتسامه والبهجه على وجوه العراقيين شكرا للمصور علي حسين وشكرا للمصور ايمن الخالدي باستكانه ونقف الدخديم خطام القصاب ونال راح يروح عمو يروح الى اللقاء